السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الأربعاء 6/4/2022، نحن الآن بسوق الحلال في بلدة كفر جالس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة يا شباب، تفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. تحياتي لكم أينما كنتم. اليوم يا شباب سوق الأربعاء أعتقد يعني كمان كويس، إن شاء الله راح يكون مثل سوق امبارح وأحسن إن شاء الله. إن شاء الله يعني امبارح شفتوا حتى الغنم البلدية تنباع، يعني الحمد لله. الله يجعل بركة رمضان خير على الجميع إن شاء الله. إيه والله امبارح يعني الحركة هي معظم الحركة على اللحم، السوق سوق لحم يعني بسبب غلاء العلف، يعني كل شيء قام ينباع بقيمة لحم، ولكن كويس يعني حتى غنم الجنية قام تنباع ولو بقيمة لحم، بس إنه ما في يعني هالخسائر، يعني ناس تخسرت شوي لكن الحمد لله الله يجبر خسائر الجميع. في شوية ضرر بسبب غلاء الأعلاف وبسبب العام. السنة الماضية كان السوق يعني ممتاز، يعني الناس قامت تقارن على موجب السنة الماضية، يعني الناس قامت تقارن السوق اليوم على موجب السوق السنة الماضية، يعني السوق اليوم على موسم على موجب السوق السنة الماضية ضعيف جدا، تعبان جدا، يعني مهما تحسن ما يصير مثل السنة الماضية إلا أن يشاء الله. هذا ربج اخونا الدلال سامر الكشيمه في بازار على هنعجات البلديات، قام يفصلهم ب 13,300 ليره تركي يا شباب، اقل من 100 دولار يعني. هنعجات هذا غنم لجب بها حليب. اي نعم. وهذنا يا شباب انعجات انباعن عند اخونا سامر ب 1100 ليره تركي. 210 حطيط. 12 والدات؟ ايه. يعني 13 والدات. احنا 14 راس. 14 راس. ايوه. 14 راس وراهم طليان يا شباب. معناهم ب 11 خلصان. اي نعم. انباعن ب 1100 ليره تركي عند اخونا الدلال سامر. اي نعم. غنم بلديه تحت الوسط يا شباب، تحت الوسط مثل ما انتم شايفين. ضعيفات وطليانهم ضعيفات. وهذن انباعن يا شباب، العفو انا قلت لكم هذن لجب 8، هذن قلت لكم لجب طالب بين 13، انباعن ب 12.5 وراهن الخرفان، هذن خرفان وفطايم عند اخونا سامر، خرفان وفطايم وراهن انباعن ب 12.5. اي نعم. ما ادري عاد الدفع نقدي ولا الاسبوع ولا. اي نعم يعني اعتذر، قلت لكم لجب لانه سامر قال لي هذن انعجات لحالهم يعني، فأنا فكرت ان لجب. اي نعم. هذن 8 نعجات وهذن طليانهن انباعن ب 12.5. غنم بلديه تحت الوسط ضعيفه. اي نعم. هذن يا شباب طبعا قيمه لحم يعني مثل ما انتم شايفين قام ينباعن قيمه لحم، يعني ترى غنم وسطيه تحت الوسط يا شباب، عشان ما يظن الناس انه والله الاسعار بالارض، لا هي الحمد لله انه الغنم البلديه قامت تنباع وتنشرى، لانه الغنم البلديه 90% من الغنم الموجوده بالسوق بلدي، عرفت شلون؟ ف يعني انه بيع عليها سوق وينباع انها شغله كويسه الحمد لله، ولو باسعار يعني هاي السنه الماضيه كان حقها 200 دولار هاي انعجاز، اليوم قام ينباع ايش؟ قام ينباع ب 1250 ليره تركي، يعني نص قيمتنا، اقل من نص قيمتنا. ده طليان، ده طليان وراهن. اي نعم. ولكن الغنم هاي يا شباب ليش انكسرت اسعارها؟ لانه جت غنم الباديه السوريه، غنم الباديه السوريه غنم طيبه نخب، لما انعجت وقف بنص هذن يبين ان هذن بساس مقابلها، عرفت شلون؟ فهذن غنم الباديه السوريه كسرت الغنم هاي. اي نعم. واهل الغنم هاي زعلوا، يقول لك يا اخي والله جت الغنم الحمر خربت علينا سوقنا. ما خربت سوقك، حسنت سوقك، انت فورا كن قابل للتغير وبسرعه تاقلم مع الجو، يعني على السريع بدل من الغنم البلديه على غنم الباديه السوريه. التبن هذا التبن هو ولا الاعلاف ايضا لعب دور، يعني كل الظروف الظروف تجمعت بوقت واحد. يعني اذن شباب نعجات، لو جبنا نعجت اخونا ابو عمر مروان من التح اللي انعرضت مره من كم بازار ندفع بها 600 دولار طالب بها 800 دولار، لو نجيبها نحطها بنصها يعني ما يبين تعدي من فوق يبين ان بسسه مقابلها، تصير ان بساس مقابلها. غنم الباديه السوريه غير يا شباب، يعني هاي غنم مهجنه هجين كذا، ما هي غنم عربيه صافيه. اي نعم.
هاي شباب، احنا عند اخونا ابو النور ملخص السوق كاملا. هين اول شيء السباحيه فقط. اي نعم. 625 وجارن 650 حرم 6.5 خلصات مخلصات. اي نعم. فطايم اين يعني ورديه يعني مقبولات يعني خرج كويسات كويسات اين لا والله مقبولات كويسات اين هذين ضعيفات. ايه هل ربج هذا؟ ايه 17 17 خاروف. ايه مختلفين تعينتون 400 خالص مخلص ولا يريد اجرته 420. ايه احنا نريد 400 واجارن هم يعطون 400. ايه نعم خلصات. نعم خرفان ضعيفات. الشيء 17 راس ضعيفات حيل جلد يعني عظيم. اي والله بيهن شيء زين مثل هذا وبيهن ضعاف مثل هذا. شفت عينكم شكلات. اي ابو النور اي نعم هذنا. اي نعم هذنا امبارح انطونا بين 14 1400. نعم اليوم انطونا بين 13. مش عاجبني ليش ما نعرف البضاعة ابو النور انت تعرف وشان يعرفون المشاهدين البضاعة بس نزلت مرتين ثلاثة عن السوق تبلش تبلش تتعود العين عليها ما هنا. جميل هنا ابو جميل ابو جميل هاي هاي هتشبشب هنا 16 خالصه. كم مبيوعه؟ 1600 خالص خالص. هنا فين قيمه لحم هاي؟ ايه وهاي 14.5 هنا هاي 14.5 1400 لسه ما تشاور صاحبه يعني هنا بس بيع رعيها قال بس بتقدر نص بيع. اي نعم هذا ابو عيد هذا. ايه 15 يعطونا 13 1300 عم يندفع بيها. وراها شيء؟ هنا الشمش هو كل غاية ابو عيد جاني صلاة الشمش. الشمش هذا ايوه هذا على دور الملايين. والله احس الشمش هذا لا تخربطها هذا تركيا الشمش. اي نعم والله هذا المعلم هذا على ايام الملايين شرى 1,700,000. اللهم صل على محمد. وهسه والحزم باع ب 1,500 ليرة. هذا ذكرني بزير سالم بشبابه وبزير سالم بعد ما انكسر ظهره. نعم لا والله انباع ب 1000. يا ابو النور يعني الزير سالم انكسر ظهره وقفت على الشبش. والله ما بس دحك الشبش صح يا صاغ سليم. ايه هنا اذا حدا واحد يريد منك يطلب امانه. هنا امانه هنا امانه. ها اخوي ابو حمزه لا تنسى معك ابو عرب طلع لي على اليوتيوب. استاهل عمنا ابو عرب. ابو عرب انت حالك للشاشه. ايش قد صار هذا؟ ايش قد صار ابو النور؟ 1030 ليره. 1030 ليره انباع ولا بعد؟ لا انباع انباع. اي نعم يلا سبحان الله خلص راح دور وراح دور. وهذا هذا شبش بلدي يا شباب عند اخونا ابو مدين عرضه للبيع يمكن ثني طالع ربع والله اعلم. خشانته زينه يعني جهم ما شاء الله. ايش قد اندفع لكم به؟ ما اندفع. انت نزلته على السوق مشان ايش اسمه؟ الدكتور كل حاجه يجي واحد تو يجي واحد قال له ابن اخويا قال له ب 8000. اي نعم تركي. اي نعم قال له هذا بخمسه قال له ولا بسته ظل ماشي. اي نعم انت بس مشان ابره بس منزله بس مشان ابره يعني. والله جاب دكتور. اي نعم هو ما كان بيقول شيء بس انا خاف منه شيء بس شغلته هو. هذا رعى الربيع. رعى الربيع يعني يجوز منها من الربيع يجوز من الربيع. اي نعم يجوز من الربيع صابوا شيء من التسمم يعني بس بده ابره. كويس والله يا شباب. ثني مو ثني؟ ثني طالع رباع. اي نعم السنه ينط رباع. السنه ينط رباع. اي نعم اي نعم اللهم صل على محمد. موجود عند اخونا ابو مدين اللي له بمصلحه يا شباب. والله ما شاء الله ضخامه راس لفه جرن زينه وعظمه خشن بلدي يعني فعل بلدي. انا جيت خلص الصراحه وجيت انا اسف لأن جداية جبلية موجودة عند أخونا أبو جمعة. شغل جبل التركمان ها أبو جمعة؟ شغل جبل التركمان. إيش قد طالب بيهن؟ 1000. إيش قد اندفع لك؟ أعطاني 2 إلى 4. اندفع بيها 8 إلى 4 القصاب مو؟ لا بياع شارع. أي نعم. جداية جبلية.
عندنا خرفان سلحيات موجودات عند اخونا ابو محمد ثابت. ايش قد قام يندفع بينا ابو محمد؟ 15 ربع احنا فاصلين ب 17 1700 فاصل والدفع 15 1525 ودلالتنا 1550. لا 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 ما اي نعم 1550 عم يندفع بهن يعني مع دلالتهم ان شاء الله. اي نعم خاميات. وهذنا فطايم اخونا ابو عبير موجودات عند اخونا الدلال ابو محمد. ايش قد هذن سومتين؟ اما سوم 900 وما يكون به 6. اي نعم السوم 900 ليرة والدفع 600 ليرة تركي فطايم خاميات. هذا ابو عبير. اي نعم حي الله اخونا ابو عبير والله الله يسعدك حي الله الشباب. كان السوق كويس اليوم ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله حتى البلد قام ينباع كويس الحمد لله. الله يجزيك الخير ابو محمد الله يسعدك. عسان الجدي. وهذا سوق اللحم يا شباب قبال ابناء حاج ابراهيم الحسن الموالي. شلون ابو عمر؟ ايش اخبارك؟ الله يسعدك، الله يبارك بعمرك. شلون السوق عندك اليوم؟ السوق الحمد لله كويس. انا ما اتركك فورا مباشرة. الله يسعدك. ايش قد انباع المقصوص عندك احسن وزن؟ احسن وزن اغلى وزن. اي نعم. وزن ثقيل. اي نعم. 52. اي نعم. الكبش ايش قد صار؟ الكبش. والفطيم المعبر؟ فطيم المعبر 35. 35. والمحلوق 37. اي نعم. الله يجزيك الخير يا ابو عمر، الله يسعدك. اللهم صل على حجي محمد. شرف تفضل اطلع يلي بعده. هذا سوق اللحم يا شباب مثل ما شفتوا سبحان الله سوق اللحم هو اللي محرك السوق بقيه الاسواق يعني ضعيفه يعني حتى اليوم غنم الجنيه قامت تنباع بقيمه لحمها يعني. اي نعم اللهم صل على محمد. والله لازم يصير في يعني مراعاه الوضع المربي لازم يصير في انتباه الحال المربي يعني اليوم لازم حتى المناطق المشاعات المناطق الصليخ الجبل المناطق الجبليه الوعر هاي كلها لازم تنترك مجانا للرعاة يعني صراحه لازم تنسرح بها الغنم مجانا تنطلق بها الغنم مشان شوي يجبر كسر هالناس. والله العظيم يعني السوق مر بكارثه حقيقيه يعني والى الان الاعلاف غاليه والحد الان التبن بسبع ليرات تركيا بليره وعندنا بسبع ليرات لازم يصير فيه شوي انتباه لحال المربي وحال الغنام يعني. الله المستعان. تعال سليمان. والله الشباب يعني يقول قام تغني له وهي طرشه يعني ما تسمعك. ذن دغال ايش قد اوزانهن تقريبا؟ حوالي 63 ما شاء الله تبارك الله. ذن احسن شيء بالسوق. اي نعم. ويسات والله لحمهن ما شاء الله. ايوه. ايش قد طالبين بين هذا على الكيلو؟ عم نفصلهم فصل 53 53 اندفع لكم بين شيء اليوم؟ امبارح اعطونا 52 وما بعنا. اي نعم. ما شاء الله. اليوم بعت منهم اثنين ب 54 وواحد ب 52. اطيب شيء يا شباب الدغلي اللي يشيل لحم كثير يسمن. اي نعم. سبحان الله لحم الدغلي الان الكبش 90 كيلو وهذا احسن منه. عندك هلالايه ما شاء الله. هاي نعجي يا شباب موجود عند اخونا ابو خالد بالشيخ يوسف وراها توم وراها التوم هذن ما شاء الله تبارك الله. اي نعم وهاي نعجي مدفوع بها يا شباب اليوم اندفع بها 2350 ليره تركي عند اخونا ابو خالد. موجودات عند الدلال اخونا ابو محمد.
اخوي ابو محمد نعجل ندفع بها 2350 ليره. اي نعم. وش قد فاصلينها؟ والله باقي 25 26 بالضبط. اي نعم. اللي يتحصل يتحصل. هنا الله يجزيك الخير يا ابو محمد. الله يسعدك. وراها خروف وفطيمه. وراها خروف وفطيمه ولا هنا؟ هنا هذا النار. مش قد صارن 600 جبلي مو مع الجبلي. قيمة لحم ولا؟ لا قيمة لحم. قيمة لحم هنا. قيمة لحم 600 ايه؟ 16 14 شكل كما بلاهم. احسن شيء ندفع بها 16. هذا عليه بازار. هذا الثاني بازار صار عليه اليوم. والده ثلث بطون يا شباب. هذا البطن الثالث. هلا التوم هذا خروف وفطيمه عند اخونا الدلال ابو محمد. ونحن فاطينا ب 3000. والله حاج يوسف مو متشجع. يا شباب هذا سوقنا اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. تحياتي لكم اينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا ابو حمزه يحييكم من قناه سوق المواشي في سوريا وتحديدا من سوق الغنم في بلده كفر جالس.